In the name of Allah, the most merciful, the ever gracious, our dear student, Thanawiya Amma and Al-Azhar Sharif, welcome back to your episode of Weekly School on Air. Marhaban bikum talabat wa talabat saf al-sadis thanawi wa al-Azhar Sharif. Marhaban bikum fi halaqatin jadida. We still have the pleasure to have with us our dear student, our dear colleague and my greatest guest star, we call it, Mr. Muhammad. Welcome back, Mr. Muhammad. Thanks, Mr. Hassan. Today we are going to continue what we have already started. ابتدينا الحلقة اللي فاتت بنفس السيمترية ونفس السيستم بتاعنا. Okay, Mr. Muhammad will be obliged to continue what we have started. Mr. Muhammad, احنا لسه معنا تكملة الوحدات الثلاثة. تمام. نشوف كده مع بعض. زي ما كنا كملنا مستر عصام الجزء اللي فات في الحلقة بتاعتنا. حضرتك كنت مشكورا بتكلمنا عن situations وmini dialogue وكنت بدأت في the choices. تمام؟ وانا فاكر كانت اخر جملة بتكلم على grammar. انا نفس النمط برضه هنتكلم دلوقتي جمل تشوز او كاننا بنعالج السؤال الثالث وكلكم عارفين احبائي السؤال الثالث دايما بيتكلم على 16 جمله بتبقى فيهم 8 جرامر و8 فوكاب. تمام. طبعا لازم الواحد فينا يكون مذاكر كويس قوي قوي النص بتاع الليسننج والريدنج يقراهم كويس قوي ويطلع طبعا كل الجرامر وكل الكلمات الجديده. السؤالين دول بالذات مرتبطين قوي بالمنهج. تمام. او خاصين قوي بالكتاب بتاع المدرسه. هنشوف مع بعض دلوقتي. اول جمله عندي على الشاشه تظهر حالا بتقول لي yes this year we are going on holiday to Aswan. I'm sure we space it will enjoy. Yes, again, this year we are going on holiday to Aswan. رايحين اجازه Aswan. I'm sure. لما اقول دايما I am sure في الوحده الاولى في الفيوتشر فورمز اكيد بستخدم شطار اللي هي well enjoy and as you can see it is abbreviated وقلنا apostrophe double l enjoy will enjoy. تمام. we will enjoy. number 2 الجمله اللي بعد كده علي space dinner with his uncle tomorrow. they parked or booked a table for two. to book a table for two نحجز ترابيزه الاثنين. فطبعا بالنسبه لنا هنا ترى في ايه؟ في ترتيبات. هنشوف كده مع بعض. dinner with his uncle tomorrow ترتيبات عندنا اكيد is having. اتفقنا كتير قوي كده في الفصل ده او في الوحده دي بالذات. قلنا في الفيوتشر فورمز اكيد في حاجات بتبين استخدامي ايه. يعني افكركم كده سريعا لما اتكلمنا عن استخدمنا الكلمه well فقلنا اكيد كلمه well بتستخدم مع quick decisions بتستخدم مع future fact. بيكون كمان عندي بتكلم عن العمر او the age of somebody. استخدمنا كمان لما يكون promise او request. threat تهديد. وشفنا الفرق بينها وبين am is are going to كصيغة. شفنا am و is are going to دايما لما بيكون عندي افعال زي plan decide وكمان كلمة intend. ولقينا كمان لم يكن عندي يعني prediction ولكن يعتمد على دليل قوي. لو في something you see حاجة انت شايفها فأكيد بتقول am is are going to زي ما قلنا قبل كده the sky is cloudy or there are cloud or dark clouds in the sky فقلت لي it is going to rain and so on. تمام. وتأكدنا كمان ان مع weather forecast وهكذا الحاجات دي كلها بتبقى يعني near future بستخدم فيها الصيغة بتاعت be going to. لكن شفنا كمان في الترتيبات لما يكون كلمة arrange زي ما كان بيقول مستر عصام في حلقة قبل كده وكلمة arrangements أو everything is arranged. يعني مثلا حد بيقول لي أنا مسافر لندن أكيد سفر لندن ده ما بيجيش كده بشكل عشوائي بيبقى في أكيد في ترتيبات at least يعني you have an entry visa تأشير الدخول بيبقى parked your ticket حجزت تذكرة وهكذا. فبالتأكيد بتقول لي I am traveling ما تقوليش I will travel ولا I am going to travel هتقولي I am traveling. زي بالظبط كده لما تقول لحد مثلا هنعمل ايه بعد المدرسة النهاردة يبقى برضو في ترتيبات we are going أو we are playing مثلا tennis after school and so on. هنزور شخص حاجات في أفعال كده دايما بتلزق مع حاجة محددة. هتزور شخص فقلت we are visiting مثلا our uncle tomorrow and so on. تمام. فعشان كده الجملة بتاعتنا هنشوف دلوقتي تاني على الشاشة بتقول لي علي space dinner with his uncle tomorrow. they booked a table. اكدنا في الجمله بتاعتنا they booked a table حاجزين ترابيزه for two فقلنا ها علي is having. تمام. number 3 most furniture كلكم عارفين احبائي ان كلمه furniture في الوحده الثانيه
بتعامل كمفرد. فرنتشر معناها الاثاث، تمام، بالفاء اثاث او العفش بتاع البيت. most furniture of wood made ولا is made make and makes. طيب هنا عشان نستبعد اجابتين كده سريعا هيقول لي most furniture الاثاث ده يصنع ولا يصنع؟ يصنع ولا يصنع؟ اكيد بيصنع. بدات بالاوبجكت بتاع الجمله بالمفعول، فلازم ادور على passive voice. الباسيف الوحيد في التشويس بتاعتي لو verb to be plus the third conjugation of the verb but is made. most furniture is made. جمله كمان. yes many people space vegetables in their garden. many people طبعا people countable طبعا مفرد اكيد تبقى كلمه person شخص. vegetables in the garden في الحديقة بتاعتهم. growing are grown grow is grown. اكيد احبائي الناس هي اللي بتزرع، يبقى الكلام بالنسبة لنا هيبقى active يعني معلوم. بالتأكيد استبعد الصيغة بتاعت verb to be تصريف ثالث. حتش هيقولي are grown، هتقولي يا مستر people are it's okay but here people are grown معناها الناس بتزرع. لا الناس تزرع، يبقى الكلام active. هدور على growing ولا grow يعني A ولا C بعد ما استبعدت B و D. طيب أكيد ما بستخدمش growing as a gerund كده بدون استخدامنا am is are أو verb to be in front، تمام. فقلنا people grow، many people grow vegetables in their garden or gardens. another statement or sentence he space a doctor when he leaves university that is his plan. yes الجملة التانية الإضافة الأخيرة دي بتوضح الاختيار بتاعي that is his plan، دي الخطة بتاعته. احنا اتفقنا لما نلاقي plan intend decide على طول بستخدم الصيغة بتاعت am is are going to plus the main verb. he is going to become a doctor when he leaves university that is his plan. okay طيب. رغم يا مستر محمد ان الاجابات معناهم واحد بالظبط كده، يعني هو هيكون وهيبقى وهيصح، لكن زي ما حضرتك قلت هنا ليه كملت الجمله الثانيه؟ لان ذاتس هيز بلان. انا اعتبر بلان هنا الكي وورد بتاع الزمن اللي بنتكلم عليه. فدايما النصيحه للكل بدون ما نقاطع مستر محمد تاني، اقروا الجمله للاخر لان هي بتبقى واضحه قوي في حته ثانيه بتبقى مستخبيه ورا. اتفضل. يعني اكيد مستر عصام يبقى في دايما في كل جمله كده في كي وورد. اه طبعا. طب معلش كده نطلع بره الموضوع ده شويه او يعني ايه نجيبه من الاول كده. لو انا دلوقتي بتسالني هتقول لي مثلا دلوقتي انا عايز استخدم كلمه ويل ادور على ايه مستر عصام؟ هندور على كلمه هوب ها كلمه ثينك ثينك بليف بليف اكسبكت اكسبكت بريدكت ثريتن بروميس. ده دي الافعال العاديه غير غير الاكسبريشنز اللي هي مرتبطه بيها زي نيكست وتومورو وان ذا فيوتشر. دي الافعال ايه العاديه اللي ممكن تشوفها في جمله. كمان كلمه زي كلمه بروبابلي كلمه بيرهابس ام شور. انا قلت 10 حاجات دلوقتي يا مستر عصام، دول كلهم مع كلمه ايه او شوف الجمله كلمه ويل تمام. طيب لما لقيت دلوقتي فعل زي كلمه انتند اي انتند تو انا انوي او ماي انتنشن نيتي اعمل كذا او اي ميد اب ماي مايند اي ميد اب ماي مايند عقدت العزم على على طول برضو الكلمه دي او التعبير ده لما لقيت مستر عصام بستخدم مين كلمه او التعبير بي جوينج ايه بي جوينج تو تمام. وزي ما قلت لو انا حاجه شايفها قدامي زي ما اقول دايما something you see something you or something you observe حاجه بتشاهدها حاجه بتلاحظها بختار على طول be going ايه be going to. ده عشان افرق بين كلمه well و be going to. والمثال الشهير بتاعنا لما قلنا she is pregnant هي حامل قلنا she well ولا she is going to have a baby she is going to have a baby تمام. طيب نرجع تاني كده سريعا على الشاشه عندنا هنا جمله كمان بتقول yes سلمى is flying to London next week her flight space at 7:30 in the evening and leaving leaves left leave yeah Salma's flying ده احنا نفس الموضوع اهو is flying ما قلناش سلمى will fly ليه؟ اكيد السفر للندن مش محتاج ترتيب او لا محتاج ترتيب سوري محتاج ترتيبات. دايما اقول لهم يا مستر عصام انا مش نازل رمسيس رمسيس مش محتاج بقى يعني ايه اي مواصله آه طبعا. لكن لما اكون بيقول لي لندن مثلا سبين كندا اي مكان بيحتاج بقى ايه ترتيبات او وقت يعني arrangements فبيستخدم دايما verb to be am is are plus verbing اللي هو الفيرب زائد ing. فسلمى is flying to London
next week her flight, flight بقى الرحلة الجوية هتقلع هتغادر هتمشي امتى بقى at 7:30 this evening. فأصبح على طول كده present simple. present عندي كلمة leaves وكلمة leave هتلاحظ عموما flight singular هتاخد leaves her flight leaves. ليه بقى؟ كل المواعيد اللي هي time table بقى الموجودة في جدول قبل كده يعني محددة سلفا زي موعد السينما المسرح جدول الامتحان بتاعنا النهارده مثلا مستر عصام نقول ايه امتحان الانجليزي مثلا يوم 7 مثلا 6 يبقى ذا انجلش اكزام از يس وبيجنز مثلا ات 9 يبدا الساعه 9 وهكذا حاجات محدده يس yes. فاصبح الاجابه هنا احبائي على الشاشه عندكم يس ليفز ات 7:30 ذا كونتنتس اوف ذا ريبورت وير سبيس تو ذا بريس. رجعنا ثاني الكلمات كونتنتس اللي هي محتويات او مكونات the report التقرير و to the press مكونات التقرير وبعد كده للصحافة كلمة press أحبائي هنا الصحافة تمام. طيب يا ترى packed ولا cheated ولا liked ولا leaked yes. طبعا بمعنى الكلمة كلمة bake يخبز cheat يغش like يحب وطبعا leak يسرب. ولاحظتوا كده الحاجات المنتهية اللي هي زي A و C و D منتهية ب E أو ED ولكن نسبقها ك sound voiceless فقلنا backed liked leaked تمام أصبحت كلها تنطق ك ت sound. فبنقول the cons of the report were leaked to the press يعني سربت إلى الصحافة. لكن لو كان قال لي the information of the report the information of the report هتبقى was leaked هتبقى بالتأكيد singular مفرد information كلكم عارفين احبائي هتبقى تعامل معاملة المفرد كنت قلت was leaked سربت. لكن contents جمع فخدنا كلمة were مش جاية مع report جاية مع محتويات اللي هي كلمة contents. another statement بتقول space is a sport in which رياضة فيها physical exercises are performed physical exercise تمارين جسدية are performed تؤدى يبقى perform تمام exercise or take exercise أو do exercise. لكن بقولش دائما كلمة make. يا ترى statistics gymnastics classics mechanics yes أكيد كل الحاجات دي كلها تعامل مفرد كنت تستخدم is تمام. وهتلاحظوا classics هنا أنا أقصد إن هي لما تكون يعني كمادة كسبجكت الآداب والعلوم اليونانية والرومانية القديمة. لكن لو خدتها كمواد مختلفة أو كأعمال شهيرة زي مثلا روميو وجولييت جوليوس سيزر دي كلاسيكس أعمال أدبية خالدة الذكر. الصح طبعا بالنسبة لنا إذا كان رياضة ما فيش فيه غير كلمة جيمناستكس يبقى الصح بتاعي الجملة بتقول جيمناستكس is a sport in which physical exercises are performed. Yes, Mr. Assam? قبل الجملة الثانية هنقطعك. We have a phone caller here today. Ahmed from Aswan. أو سوهاج عفوا. Hello. Hello. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أحمد عامل إيه؟ الحمد لله. مستر محمد معاك. شوف كده عايز تسأل. معايا سؤال في الترجمة. طب. شهدت مصر معركة مهمة في تاريخها السياسي خلال الاستفتاء. لا واحدة واحدة يا أحمد عشان مستر محمد يكتب. شهدت مصر. مرحلة مهمة. مرحلة مهمة. في تاريخها السياسي في تاريخها شهدت مصر مرحلة مهمة في تاريخها السياسي خلال الاستفتاء على الدستور في يناير ثواني يا احمد ثواني يا احمد خلال الاستفتاء على الدستور خلال الاستفتاء السياسي خلال الاستفتاء على الدستور في يناير 2014 نبص كده مستر محمد تمام نظبط الورق شويه 2014 يس طيب هنا مستر عصام لو شفنا حاجات سياسيه هتيجي الحاجات السياسيه في الامتحان لا احنا طبعا قايلين ان هنستبعد الحاجات دي لانها مش متوفره بكثره في المنهج. المنهج بتاعنا عباره عن باكج فيه جنرال نوليدج يعني معلومات عامه يعني الاحداث والكلام كله بيبقى فيها لقاءات بس بنستبعد الكلام ده لانها مش هتبقى متوفره للجميع.
طيب لما نشوف بقى كده الكلمات بتاعتنا، يعني احنا قصد كده اول حاجه تنويه كده ان احنا الحاجات السياسيه اصلا قد تكون ايه او بشكل اساسي ان هي مش موجوده في الامتحان. تمام. طيب لما نقول شهاده مصر مرحله مهمه في تاريخها السياسي، طبعا هنجاوب لايه بالنسبه لاحمد؟ قلنا احمد يس. هتلاحظ كده كلمه شهاده مصر، لما نشوف الكلمات الصعبه زي معمل مصر العصام كده بنحط دايما بنعمل زي كولوم كده كعمود ونكتب الكلمات الصعبه عندنا. يا ترى كلمه شهدت هتفتكر تكون ايه؟ اختيار الزمن شهدت. ها؟ ممكن نقول مع تعيش مثلا سليم. لا هي اصل الموضوع ده خلص شفنا وانتهى. تفتكر اقول ايه؟ ما بتبتديش بحرف دبليو كده يعني. عاشت حياه او رأت مثلا. رأت حلو. طب لو كلمه رأت يا رأي ايه بعدها؟ ها السين. تمام. طب ليه اخترت انت ها السين؟ هو لسه الاستفتاء موجود ولا خلص؟ لا هاد سين. لا انا هاد قصدك؟ طيب طيب ايه رايك لو قلنا كلمه ويتنس ما تنفعش؟ تنفع. طيب يبقى كلمه ايه؟ ويتنس. تمام؟ طيب مشارة مصر مرحله مهمه في تاريخها، يبقى شهدت مرحله مهمه. مرحله يعني فتره صح؟ تبقى فتره يعني ايه طيب؟ important proud period. تمام يبقى كلمه period ماشي. ادي كلمه ايه؟ مرحله. وقلت لي كلمه important. تاريخها السياسي استخدم الصفه الاول تبقى كلمه political history. political. تمام. الصفه كلمه political history. تمام history. حلوه قوي. طيب خلال هنا معناها ايه بقى كلمه خلال او من خلال؟ كويشنير انا معاك استفتاء او استطلاع راي، لكن لما اخد استفتاء راي عام بناخد كلمه يفضل كلمه بابليك اوبينيون بول ثرو ثرو اي لك على كلمه ثرو. بالظبط كلمه خلال يعني كلمه ايه بقى ثرو ثرو. الدستور ممكن نقول الدستور ما عرفش معناها بصراحه. ثرو مستر عصام احنا ممكن نقول هنا الريفرندوم اللي هو الاستفتاء والدستور يبقى كونستيتيوشن يا احمد. كونستيتيوشن ده طيب اصبح عندي ايه دلوقتي كمان؟ خلصنا من كلمه كونستيتيوشن. تمام. عايزين ايه كمان؟ عايزين نشبك الجمله. طيب نكون الجمله على بعضها. انت قلت لي كلمه ثرو. بص بقى هقول شهدت مصر، هبدا بالفاعل اكيد كلمه ايجيبت. ايجيبت شهدت. اتفقنا ان حدث تم وانتهى في الباست هتبقى ويتنست. ويتنس. تمام. يبقى ايجيبت ويتنس. امبورتنت ان امبورتنت. ايوه ان امبورتنت براود ان امبورتنت ستيج مثلا كمرحله او بيريد. تمام. ان اتس ان ذا بوليتيكال هيستوري. ان اتس بقى بوليتيكال in the political history history through اللي بتتبع معناها ايه؟ قلنا كلمه referendum او كلمه public opinion poll POLL referendum. تمام. or public opinion poll through the referendum in او كما كده هكمل بس صفحه ثانيه هقول بس الجزء الثاني مره ثانيه كده اهو قدام عشان كل الناس تشوفه اللي هو Egypt witnessed an important stage or an important period in its political history through the referendum or the public opinion poll. ليه انا قلت على بعضها كلمه كده؟ لان استطلاع راي عام. استطلاع راي عام هو بنسميه برضو ايه؟ استفتاء، وهي برضو كلمه سياسيه بالاضافه لكلمه ريفرندوم. تمام. طيب تمام. طب طيب نستفت عليه بقى على الدستور يبقى on the constitution كلمه ايه؟ constitution اللي هي الدستور. تمام. يس. ايه كمان يا ابو حميد؟ دلوقتي معنى كلمه مكان الضرائب، انا بدفع ضرائب في مكان مثلا، المكان ده اسمه لا سواء احمد نعلي صوته شويه، احنا سامعين مش كلمه الا متاح بس، دي اللي واصله لنا في الاستوديو. الضرائب بيدفع ضرائب في المكان، المكان ده مطلوب معايا في 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 سبيكر، في سؤال سبيكر. في 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 انا عرفت احدد
ان هو مكان بندفع فيه ضرائب، بس مش عارف ايه هو المكان بالظبط. يعني مكان تحصيل الضرائب وكده يعني. public taxes. لو قلت مثلا كلمه tax office، عارف كلمه tax؟ تاكس ضريبه، تمام كده. لو قلت تاكس اوفيس، مكتب الضرائب، تمام، لما تبقى العمليه صعبه يعني. طيب تنفع إيه؟ بابليك اوفيس تاكس الضرائب العامه، بابليك بابليك اوفيس او تاكس بابليك اوفيس. ماشي ماشي يس. كمان طيب إيه، ايه كمان؟ بيرد فلو يفيض. لا بيرد فلو ان انفلونزا الطيور. ده جاي لي مره ذا فاليج was blown، مبنية المجهول was blown ب ال o w n. ومرة تاني the town clouded على طول. طب ازاي مش دي غلط؟ المفروض يبنى المجهول. وانا اللي مستوعب التصريف التالت كصفة يعني. فاز الطيور. يعني هو جاي الجملة جملة جاية جاسف صريح، وجملة جاية التصريف التالت كصفة في الجملة، فهو مش مستوعب الحتة دي. طيب هقول لك انا. حاضر انا فهمت قصدك احمد زمان. بص بقى كده، لو جيت قلت يا احمد في جملة مثلا بكل بساطة كده the novel، وقلنا space كده was published، يا رب كنا فاهم قصد احمد ايه مستر عصام. The novel was published مثلا in سنة مثلا 19 مثلا 90. الجملة كده صح ولا لا يا احمد لو شايف على الشاشة قدامك؟ صحيحة. تمام ليه؟ طيب عشان النوفل هي اللي نشرت. صح، يبقى الكلام باسف ولا اكتف؟ باسف. صح، عشان كده الفيرب تو بي تصريف كام؟ تصريف ثاني. طيب تمام زي الفل. طب انا عايز اقول بقى الرواية التي كتبت مثلا بواسطة يحيى حقي، اقولها ازاي؟ هو اصلا جاي في جمله، عندي جمله. ما انا معاك، انا معاك، انا فاهم، انا عايز اوصلك عن طريق دي اصلا. تمام، واخد الجمله بتاعتك بعد كده واكتبها. عايز اوصلك عن طريق المعلومه دي اصلا. لما قلت لي كده الروايه، قلت التي نشرت تبقى ايه؟ which was written. ما انا عايز اقول التي نشرت بقت ايه الجمله بقى؟ هضيف جزء يعني. انا قصدي اقول الجمله كده جاهزه، بس في نقط ومديني مثلا بيقول لي which اختيارات يعني. which was written التي ايه؟ كتبت مثلا اولادي كتبت باي مثلا يحيى حقي. تمام بيشيل طيب. بشيل ايه؟ ينفع ثلاثه مع بعض كده يبقى ايه؟ the novel which was written by يحيى حقي was published. تمام طب لو انا مش عايز اسلم كلمه which، ينفع اقول the novel was written by يحيى حقي was published؟ لا ما تنفعش. ينفع اقول اشيل was واقول the novel which written by يحيى حقي was published؟ برضو لا. يا الثلاثة مع بعض كده يا إما واحد اللي هو التصريف الكام؟ التالي. هتبقى the novel written by يحيى حقي was published. ده حل. The novel written. The novel إيه؟ written. أو the novel which was written by يحيى حقي was published. وصلت؟ وصلت تمام. أظن ده يمكن نفس الكلام اللي عندك. اللي هو مرة استخدم تصريف ثالث ومرة استخدم فيرب، استخدم ضمير وصل فيرب تو بي تصريف ثالث. بس فويس بتاعها. تمام؟ تمام. تمام يا ابو حميد. طيب عندك اي سؤال كمان؟ عايز اشارك مع حضرتك. عايز تسأل سؤال يعني؟ طيب هنشوف على الشاشة حالا دلوقتي جملة زي كلمة astronauts usually work in not conditions. choose. تاني كده astronauts usually work in space conditions. يا ترى weightless؟ سهلة يعني صح؟ weightless سهلة. طب لو انا قلت لك مثلا هكتب جملة find the mistake دلوقتي ونفس الجملة بالظبط، بص في الجملة كويس قوي على الشاشة عشان هكتبها وهسألك فيها سؤال. ماشي. astronauts usually work in weightless conditions. find the mistake. يلا كده انا كتبت نفس الجمله وحطيت فيها خطا معين. weightless غلط، تبقى weightless. انت زي الفل، انت يعني برضو ايه قوي الملاحظه. في ايوه في الويت. ايوه ودي ويت، ويت مكتوبه بمعنى ينتظر. ايوه يعني ممكن يكون الشكل كده او النطق كده زي قريبا من بعضهم صح؟
لكن نخلي بالنا طبعا ان ممكن يحصل اوبتيكال الوجن اللي هو الخداع البصري. فالكلمه هنا مكتوب استرونوتس يوجوالي ورك ان ويتلس كونديشنز. هي صح الخطا في الكلمه دي؟ الكلمه بتاعتنا الصح طبعا كلمه ويت ويتلس. ايوه بعد كده ويتلس بالمنظر ده دبليو اي اي جي اتش تي ال اي اس اس. تمام. طيب لو نفس الجمله ممكن نعمل خطا ازاي تاني؟ يقول لي مثلا هنا كلمة astronomers. يعني astronomers ايه؟ astronomers رائد فضاء. لا astronomer رائد الفضاء. astronomer يعني عالم فلك. عالم فلك تمام. طب تقدر تقول لي كلمة دجال هتحط نفس الكلام تبقى كلمة astrologer. astrologer اقدم زي كلمة احمد شاطر. تمام. طيب اللي عايز اقوله تاني انك انت برضو الحاجات السياسيه مش هتيجي في الامتحان. تمام. تمام. يعني ركز الحاجات اللي خاصه بمنهج اكتر. طيب في سؤال كمان؟ لا خلاص احنا شاكرين اتصالك. شكرا يا احمد. شكرا. نرجع تاني مصر. نرجع تاني ونشوف واقفين. يس. الجمله بعد كده بتقول space gymnastics is a very good way of keeping fit doing making having taking. اكيد ان في افعال دايما بتبقى قريبة الصلة بكلمات معينة. خدنا قبل كده يمكن في تانية ثانوي كنا درسوا كل الطلاب الفرق بين كلمة do وكلمة make مع بعض الكلمات. يعني خدنا زي do homework do housework do something do sports. ولكن خدنا كلمة make زي كلمة make mistake make fire make a difference and so on. دلوقتي عندي كلمة gymnastics أكيد بستخدم doing gymnastics. doing gymnastics اللي هي طبعا القيام بعمل رياضة أو رياضات الجيمناستكس is a very good way of keeping fit. وكلمة طبعا keep fit إن هو الإنسان يكون لائق بدنيا. شوف جملة كمان. يعني ضروري يا مستر محمد كمان مش مجرد كلمات ده كمان. لازم كمان اللانجوج نوتس نفسها ترادف اللفظي ما بين الفعل وحروف جر وحاجات زي أكيد. كده أكيد ما احنا عندنا واحدة تانية مستر عصام مليانة subject verb agreement. مليانة. تمام. الجملة بعد كده بتقول لي space station well space earth. تمام. كنا عارفين احبائي ان كلمه سبيس ستيشن واحنا قلنا مستر عصام سبيس ستيشن قلنا المحطه الفضائيه. تمام. يا ترى ممكن تقول لنا يعني ايه التصور لك محطه فضائيه؟ معلش اصل كتير برضه مستغرب يعني ايه محطه فضائيه تصور كده. هو طبعا الوحده نفسها كانت بتتكلم على الفضاء ورحلات الفضاء والناس بيقول لك one day people will queue up there will queue up booking their trips through the space. هل ده ممكن يحصل في المستقبل الناس هتقف ترص كده نفسها بعض كده طوابير عشان يحجزوا رحله في الفضاء؟ هي ايه بقى السبيس ستيشن؟ ببساطه جدا محطه زي ما بيسموها كده المحطه المداريه او المحطه اللي في الفضاء الخارجي. something like spook. فاكرين كلمه spook اللي هي العجله او الدراجه بيبقى فيها سلك من جوه كده؟ طبعا ده تخيل في الفضاء يا ترى هيحصل ولا لا. ده في علم الغيب. فهو بيحسسك ان ممكن if you try to take a rocket into outer space لو خدت الصاروخ وطلعت في الفضاء الخارجي مش مجرد you are going to spin or orbit. خدوا بالكم الحته بتاعت spin وorbit دي spin تلف حول نفسك لكن لو هنقول هنا orbit he is going to orbit the earth في الحاله دي هيلف حوالين الارض ويروح راجع. لا ده لك ده احنا هنزودها كمان you are going to spend a lot of time or specific period of time في حته السبيس ستيشن. هيبقى في السبيس ستيشن هنا عباره عن ايه؟ حاجه كده زي الجيم كده صغير كده. شوف هتبقى تمارس منها بعض الرياضات فيها تبقى الويتلس اللي كنا بنتكلم عليها من شويه ويتلس سبورت والنورمال جرافيتي سبورتس هتلاقي فيها اللي منعدم الجاذبيه او الطبيعي او اللي فيه جاذبيه. بالظبط كده. فهي تخيل للناس في المستقبل يا ترى هيبقى فيه الكلام ده ولا لا. احنا معلوماتنا لغايه دلوقتي ما فيش غير اتنين بس اللي طلعوا الفضاء واحد روسي وواحد امريكاني وكاله ناسا الفضاء دفعته كتير ويا دوبك هو لف وراح رجع. حته بقى السبيس ستيشن هتبقى موجوده ازاي ذات جاد نوز ان ذا فيوتشر. طيب يعني من بيطلعوا كل يوم مستر عصام ما اعرفش لا ده خليه واقف عند يوري جاجارين ونيل ارمسترونج يعني مش عارف. anyway نرجع تاني الجمله بتقول لي سبيس ستيشن ويل ومستر عصام كان بيقول لي دلوقتي حالا الفرق بين كلمه سبين وكلمه اوربت. قلنا تو اوربت راوند ولا اوربت سمثينج على طول؟ قلنا اوربت سمثينج يعني الشيء يدور حوالين شيء. تمام. لكن ان الشيء يدور حوالين نفسه اكيد تبقى سبين. تمام. سبان سبان ولما بنقول الناون spinning. تمام. اللي هو الدوران حول نفس الشيء حول المحور بتاع الشيء نفسه. تمام. فهنا اكيد بيقول لي المحطه الفضائيه بتدور حول الارض فاصبح شيء بيدور حول شيء فاكيد كلمه orbit. ولاحظ طبعا لو في ويل بستخدم المصدر مباشره لكن لو ما فيش ويل كنت قلت orbits. تمام. طبعا في جمله زي كده لو مكتوب the earth الارض
اكيد مش هيقول لي كلمه ول، عندي فاكت، هيقول لي the earth orbits the sun، تمام، or the sun is the amount of space between two places، amount of space كميه او المسافه بين مكانين، يا ترى parts ولا distance ولا instance ولا milky wall. milky wall طبعا جزيء، فطبعا هي المفروض اللي هي المسافه بين المكانين هي the amount of space، فاصبحت كلمه distance. طبعا distance هي سهله وبتكرر كتير يعني. تمام. we still have another phone call. عبد الرحمن من القاهره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. ازيك يا مستر؟ اخبار الانجليش كويس؟ تمام الحمد لله. تمام. معاك مستر محمد. شوف انت عايز تسال ولا عايز ايه بالظبط؟ اشارك يا مستر. عايز تشارك؟ طيب نساله بقى. الراجل ده مش عايز ايه؟ مش عايز يسال؟ لا مش عايز. كويس كويس. طيب. احنا مبسوطين بحاجه زي كده ان مفيش حد خايف. طيب يا عبد، خد بص الجمله دي كده. I got my university degree through distant learning. Find the mistake. Yes, I got my university degree through distant learning. معايا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. الو. فقدنا الاتصال تقريبا. طب عبد الرحمن لو متابعنا يكلم تاني معلش، بس طب نشوف الاجابه يا مستر محمد. طيب شكلنا فقدنا اتصال. اوكي. عموما كلمه distant معناها بعيد، سواء كلمه ريموت. تمام. واحنا لما بنقول التعلم عن بعد، هي طبعا معنى الجمله يا مستر عصام انا حصلت على شهادتي الجامعيه عن طريق التعلم عن بعد، الدراسه طبعا اونلاين، فبنسميها distance learning. يعني هنشيل اكيد كلمه distant دي ونخليها distance. تمام. distance ايه؟ learning، عشان طبعا كان ليها علاقه بالجمله بتاعتنا حالا دلوقتي، اللي كلمه distance هي مسافه بين مكانين، فبقول برضو distance learning، التعلم عن بعد. تمام. طيب. نرجع تاني طبعا، يمكن لما عبد الرحمن نرجع لنا بجمله كمان وهنجهز له جمله مفيش مشكله، ولكن نشوف جمله بعد كده بتقول yes what makes objects fall to the ground. السؤال بتاعنا هو what makes objects، اللي بيخلي اشياء تسقط الارض بنسميه بقى it's called what. طب ما نجاوبش وعندنا we have another phone call. ندى من اسكندريه. ندى. ندى. yes. الو. الو. السلام عليكم. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. ازيك يا مستر؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احنا عبد الرحمن كان من شويه وده السؤال ما كانش معانا، ممكن تشوفي السؤال دوت ولا انت داخله على طول عايزه سؤال معين؟ ماشي ممكن اشوف. طب معاكي بس على الشاشه حالا دلوقتي نزل السؤال يا ندى، وعايزك بقى تجاوبينا. بيقول لي what makes objects fall to the ground is called called what. يسمى يا ترى gravity, grave, lab, axis. لا المحور. gravity. شطوره. تمام. طيب يا ترى عندي how many types of gravity do we have؟ عندنا كم نوع من الجاذبيه؟ عندنا اكيد الordinary gravity، الجاذبيه العاديه، صح؟ وعندنا zero gravity. يا ترى في الزيرو جرافيتي بنمارس ويتلس سبورتس ولا الاوردينري سبورتس؟ ايه في الجاذبيه اللي هي في طبعا في لو كان في محطه فضائيه في بنمارس رياضه بقى بتبقى ويتلس، صح؟ ويتلس سبورت رياضه يعني فيها انعدام للجاذبيه. ايوه. طيب سؤال كمان كده تشوز بالمره، بنقول لك when we say turn around and around very quickly we mean around and around not round something. يا ترى هنا spin ولا rotation ولا speech ولا running؟ speech. تاني كده speech. speech يعني ايه؟ من الverb speak، speak يتكلم، صح؟ لما حاجه بتدور حوالين نفسها، لسه قايلها مستر عصام، يدور حوالين نفسه الشيء، يبقى كلمة spin كلمة ايه؟ ايوه معلش فهمت والله الجملة غلط. طيب لاحظ برضو كلمة rotate عندك في السمارت فون بتاعك، لما تكون الصورة بقى عايز تعدل الصورة باتجاه تاني بحركة واحدة بنعمل كلمة rotate، صح؟ طيب نسمع بقى سؤالك، يبقى هنا كانت كلمة spin. سؤالك بقى بيقول ايه بقى يا ندى؟
بقول لحضرتك يا مستر الجدول لما نزل يعني سايبين قبل بس الانجليش يوم واحد. تمام. طب ده كده اصلا يعني مش هيكفي حاجه خالص، هو ما يعني ما فيش اصلا فرصه خالص ان هم يعني يحطوا يومين. طيب يعني اي حاجه كده. طيب دلوقتي انا طبعا يعني انتوا دفعه يعني الله يكون في عونكم بجد يعني، ولكن عارف انتوا اهل لها يعني، انتوا قدها وقدود، لان الامتحان كله مستعصم في رمضان. في رمضان يعني هتبقوا يعني فعلا واحد صايم تبقى صعبه قوي، ولكن يعني ان شاء الله ربنا يقدركم. الامتحان الانجليزي هيبقى اول امتحان ناخده في رمضان. الانجليزي هو ده اللي خلاني اقول. طب ما يمكن رمضان ده فتحه خير يا ندى، يعني حاجه ما تخوفش يعني. يعني جاي ايه الانجليزي بالذات جاي في اول يوم في رمضان، تعودناش بقى على القصه، لكن يعني زي ما الاستاذ عصام كده يمكن يكون ده ان شاء الله سبيل خير باذن الله. اللي عايز اقوله اذا كان هو يوم ونص، وبخاصه احنا بنبقى دايما في استطلاع بقى الهلال ومستعدين بقى، واول ويعني صباح رمضان بقى يبقى العمليه كلها دوشه وما بنذاكرش ومهتم نذاكر من دلوقتي. يعني اذا كنت يا ندى هتخلي مثلا للعربي فرضا يعني 5-6 ايام للعربي قبل العربي، فخلي قبل العربي برضه 3-4 ايام للانجليزي. فانا عايز اقول يعني اخر 10 ايام ذاكروا انجليزي وبعد كده عربي، بحيث لما يجي دور الانجليزي ده في رايي الشخصي نعمل ايه؟ نكون احنا مثلا مذاكرين المنهج كويس قوي، ونقعد بقى كده نبص بصه سريعه بس، وزي ما قلت هنقعد نشوف مدرسه على الهوا ان شاء الله، هنلاقي طبعا في تركيز تام على كل ما ياتي فيه الامتحان باذن الله. طب يا مستر انتوا النهارده كنتوا بتراجعوا اول 3 يونت. تمام. يعني لو بالمعدل ده اصلا بقي يعني يعتبر 6 اسابيع مش هيكفي اصلا. لا انا عايز اقول لك حلوه برضه ملحوظه، لكن عايز اقول لك شيء، اكيد احنا عندنا في وحدات لو بتلاحظ كده في الجرامر، تمام، هتلاحظ مثلا وحده الثالثه والرابعه والخامسه و15 مع بعض اللي هو بيتكلم على الباسيف فويس، تمام. الوحده السادسه والتاسعه بيتكلموا على قاعده اف. الوحده الثامنه وال16 بيتكلم على دايركت اون دايركت. فقصدي اقول في حاجات هنجمعها ما ناخدش فيها وقت، الفكره بس انتوا ساعدونا بحفظكم الكلمات. وصلت؟ هنخلص باذن الله ونرجع. وخلي بالك احنا السنه اللي فاتت اداره القناه مشكورين ادونا 18 ساعه متواصله، يعني هيئ لي كده لو احنا كنا بنجيب منهج من اول مستر عصام. لا انا سمعت يعني ان هم السنه دي 28 كمان. لا كان عندنا بجد يعني ان شاء الله برضه هيبقى عندنا فرصه ان احنا نراجع كل حاجه انتوا عايزينها، ما تقلقيش من حاجات المراجعه دي. اتفقنا؟ طيب عندك كمان سؤال؟ معلش، هو انت حليت امتحان السودان؟ امتحانات السودان اه موجودة الامتحانات تبقى اسهل كتير. انتوا حلتوها وكده ولا لسه هتحلوها في القناة؟ عندك انت عندك قصدك نحلها في القناة هنا؟ ايه؟ نحلها قصدك في القناة هنا صح؟ اكيد ان شاء الله هنجيب طبعا مستر عصام. معلش طيب بصي يا ندى، يا ندى احنا عندنا مجهزين لك مفاجأة كبيرة. هي متحضرة بس يا ريت، هو معظمنا مش مجرد امتحان السودان وبس، يعني الوزارة السنة دي تفضلت مشكورة منزلة 4 موديلات تجريبية للمدارس بالكامل، مش للمدارس التجريبية لا، امتحان تجريبي. لو انت مش عارفة تجيبيه ثقي تماما ان في احد الحلقات كله موجود، السودان لو عايزة تنزانيا موجودة، موجود الاربع وحدات اللي عندنا. ما تقلقوش مش هندي فرصة، احنا هنا قناة ما بنديش فرصة ان يبقى في امتحان نزل يفلت مننا، لازم هنعرضه ما تقلقيش بإذن الله. وعد يا المرة الجاية ان شاء الله. طيب في كمان حاجة تانية؟ لا شكرا. شرفتينا يا ندى وتابع معنا طبعا. هنرجع تاني مستر عصام. جملة بتقول the doctor spaced me carefully before he gave me the medicine. طبعا هيقولوا لي جملة سهلة لكن لازم نخلي بالنا طبعا الحاجات دي بتاعت الامتحان، يا ترى fixed ولا repaired ولا examined ولا recovered. على طول كلمة examine سهلة ليه؟ عشان مش الطالع حباي، examine يعني يفحص، ولما اقول the teacher examined his students يعني امتحن طلابه، او the mechanic examined the engine of the car يعني الميكانيكي فحص موتور السيارة. فكان اكزامن طبعا استخدامات مختلفة. Another one, the astronauts went on to go on يعني يذهب في two hours بعد كده عند space to replace يستبدل broken fuel pump. يستبدل طبعا قلنا مضخة وقود fuel pump. يا ترى sidewalk ولا space walk ولا country walk ولا walk. طبعا المشي هنا مشي في الفضاء، تمام، لان رائد الفضاء زي ما قلنا قبل كده مستر عصام مشكورا لنا توضيح يعني ايه محطة فضائية. فهم طبعا في fuel pump فيها طبعا something went wrong رايحين يصلحوه، فبيحتاجوا تمشي في الفضاء. فقلنا went on a two hour
space walk to replace a broken fuel pump. Space walk المشي في الفضاء. وطبعا بتاخد do ما قولش كلمة make. Do space walk. وتتجمع space walks. Some drivers have a sat nav space in the car to help them find the best route. Route أحبائي طريق. ولاحظوا sat nav satellite navigation system. Satellite navigation system نظام الملاحة الذي يعتمد على القمر الصناعي. فان some drivers بعض السائقين have a sat nav system مش discipline ولا circulation ولا كلمة repair. فأصبحت some drivers have a sat nav system and their car to help them find the best route. The rocket is going to reach the moon on this day. Everyone watched the space on TV. الكل طبعا شاف انطلاق launching the rocket. يبقى كلمة launch ودايما لاحظوا كده دايما بتيجي find the mistake كلمة launch مكانها وانت عارف launch الغداء تمام. فقلنا the rocket's going to reach the moon on Tuesday. Everyone watched the launch. وطبعا منصة الاطلاق نفسها اسمها launcher the space of TV. طبعا مش بس اطلق شيء ممكن اطلق حملة تبقى launch a campaign. عندنا كمان كلمة زي كلمة exploration استكشاف وكلمة excavation اللي هو التنقيب عن الاثر. طيب قبل السؤال اللي جاي مستر محمد we still have another phone call. خالد من اسيوط. الو الو خالد. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه. يا خالد انت نايم ليه كده؟ علي صوتك شويه. ده اسيوط رجاله جامده يعني. ممكن السعر اوسع. ممكن تتسال. جميل جميل الاجواء كويس قوي. ده يثبت لنا ان احنا ما احناش خايفين او مرعوبين من حاجه اسمها ثانويه عامه لان ما فيش اصلا something like that. ما فيش اي خوف منه خالص. نشوف مستر محمد السؤال اللي يتساله. طيب جامد انت انجليش ها؟ ان شاء الله. طيب ان شاء الله. الجمله عندي الاول. طب هاخد بس حاجه بسيطه جدا كده جمله تشوز وسهله بدورك بقى بالترتيب وهشوف بعد كده الجمله فايند ذا ميستيك. الجمله عندك على الشاشه حالا دلوقتي يا خالد بتقول سبيس سبيس كمان سبيس الكلمه المكتوبه وسبيس الفراغ كان تيك سيفرال ييرز. سيفرال هنا معناها عديد او كثير صح؟ ايوه. يا ترى تاسكس ولا جوبز ولا ميشنز ولا ديسكشن؟ هتبقى مسجر كلمات رقم سي سي لتر سي ميشن اللي هي المهمه الفضائيه تمام. طيب لو انا قلت هاخد نفس الجمله وهكتب تغيير ركز فيها بقى كده كويس. ماشي. قلت سبيس كان ماشي يس كان تيك سيفرال ييرز. هتشوف جمله دلوقتي وعايزك تقول لي يا ترى الخطا فين. طبعا سامع في ايكو في الصوت يعني حاول توطي الزن شويه. الجمله حالا قدامك دلوقتي بتقول لك سبيس مانشن كان تيك سيفرال ييرز. هتبقى مانشن اللي هي كلمه ميشن اسمها كلمه ايه بقى؟ ميشن. عايزك تقول الفرق طبعا بين كلمه ميشن والكلمه كتبتها. انت قلت لي كلمه ميشن او شفناها من شويه كلمه ميشن كده تمام. والكلمه الداله دي دايما بديل ليها كلمه مانشن. طيب يا ترى والاثنين خدناهم. طب ميشن احنا عرفناها خلاص كلمه ميشن معناها مهمه. مهمه يعني مش امبورتنت لا يعني شيء هتؤديه تمام. طب خالد معلش عموما كلمه مانشن ثواني إيه كنت هسال خالد في مانشن دي يعني انت يعني ريد ماي مايند فعلا يعني طبعا يعني ايه مانشن يعني طب جت فين طب مكانها ازاي كده يعني على اساس في طلبه كتيره بتسال القصه عايزين نراجع كده يعني ففي كلمات بتبقى كي ووردز جوه طبعا كلمه مانشن مثل اصلا شفناها في القصه وقلنا ان ديوك مايكل هاد مانشن ان زندا. ديوك مايكل عنده قصر في منطقه زندا يبقى مانشن ده كان القصر بتاع ديوك مايكل. وقلنا ذا مانشن. طيب بالمره فكرتني بقى جمله فاين ذا ميستيك وهنختبر فيها احبائي مستر عصام تمام. فبيقول لي بقى مستر عصام ذا كاسل ده في القصه فاين ذا ميستيك برضه ذا كاسل اند ذا مانشن وير جاينت باي اي ماوت تمام. The castle and the mansion
were joined by a moat. عارفين طبعا من كلمه موت مثل اسامي اللي هي خندق. الخندق الماء يا ترى اللي كان بيربط بين الكاسل والمانشن كان موت ولا كان لا؟ ده السؤال ده بقى عايز يتفرد جميل قوي لان خليكم لا 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 خليكم تاني ارجعوا للجمله تاني ارجعوا للجمله تاني بيقول هنا the castle اقروا معايا كده القلعه and the mansion were joined by a moat. ايه رايكم انا مش جاي جنب موت خالص؟ في طلب تبقى ذكيه جدا بتلمح حاجات غير اللي احنا بنبقى متوقعينها. تمام. طبعا هي كلمه موت الكل هيشيلها ويكتب درو بريدج. طيب اعملها كده اهو دي تخلص كده درو بريدج ده كان الصح صح؟ دي صح بقى تاني درو بريدج اللي هو الكوبري ايه اللي هو المعلقه او المحلقه. في طالب يقول لي يا مستر طب انا مش عايز اجي الناحيه دي انا ليا دماغ ثانيه. اقول له اتفضل. يقول لي بدل ما اخلي كلمه جوينت ما اقول سيبريتد باي موت الاثنين مفصولين او يفصل ما بينهم الخندق. هقول له والله كويس مفيش مشكله. تمام. يعني بالعكس احنا نشجع العقليات اللي تبقى واخده اكتر من تراك. تمام. اكتر من خط على اساس ان الاجابه ما تبقاش وان واي ستريت على طول. فالإجابة هي طبعا الإجابة التقليدية زي ما كتبها مستر محمد كده درو بريدج. إن طالب تاني غير الصياغة بس بشارت تبقى ماشية صح يعني هنا على حظنا هتمشي سيبريتد مفيش مشكلة. لكن ما يبقاش مجال للتأليف. تمام. اللي نبقى متسقين بالتكست اللي موجود في القصة. تمام زي الفل. شاكرين جدا مستر عصام وإكسلنت الإجابة بتاعتك ودها درجة زي الفل. الله يخليك شكرا. نرجع بعد كده أحبائي لجملة تانية. قلنا طبعا كان حل معنا خالد كلمة tasks هنا أو mystery missions. والجملة اللي بعد كده بتقول the moon has space gravity than the earth so you could jump much higher there. والله لما يكون jump higher نقفز أعلى بالتأكيد الجرافيتي هتبقى أقل لأن الجاذبية اللي بتشدنا صح. فقلنا the moon has space gravity than the earth so you could jump much higher there يبقى less gravity. ولاحظوا انا طبعا اكيد بعدت عن كلمة few. ليه؟ ان few اصلا بتبقى countable وانا عندي كلمة gravity. تمام كده؟ المفروض اني abstract noun uncountable noun. فاصبحت الامر الجاذبية بتاعته اقل less gravity than. ولاحظوا انها مقارنة. فالمقارنة دايما كلمة less او كلمة more. باخدش كلمة much. ماتش مش مقارنة. اتفقنا كده؟ يعني كان ممكن واحد يفكر كده يقول لي لو انا لقيت كلمة than يبقى اكيد دي comparative degree درجة مقارنة والمقارنة بتيجي more او less لكن ما تجيش كلمة ماتش او few. طب ليه خدت كلمة less؟ عشان زي ما قلنا دي كلمة uncountable. معنا مكالمة خامن كده جاية منين؟ yes منين؟ I think is from the channel here. لا معانا عادل من المنيا. هلو عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من المنيا. لا عادل لا هو تقريبا. طيب ايوه عادل اتفضل. عايز تشارك؟ اتفضل يا عادل. انا مبسوط النهارده مستر عصام. يعني في اتجاه غريب حلو وده يعني دليل على شيء ان هم ذاكروا بالفعل والحمد لله واستعدوا وبقى النهارده عايزين يختبروا نفسهم. فكان الحالات السابقه بتلاقي ايه حد عايز سؤال. النهارده واضح الناس كده ظبطت امورها وذاكرت كويس قوي ويقول لك بقى انا ايه انا عايز اتسال. تمام كده؟ ده يبين تمام ان هم خلاص استعدوا ان شاء الله. ربنا يكرمكم يا رب. طبعا. طيب بدايه يا عادل كده انا هديك برده كالعاده كده السؤال موجود قدامي مباشره انت هتختار وبعد كده هديك فايند ذا ميستيك. doing space is a very good way of keeping fat. طبعا يا ترى هاوس ورك ولا هوم ورك ولا اكسرسايز ولا ريسيرشز؟ اكسرسايز. طيب والله ان جيت الحق ان ممكن يعني السيدات بقى يقول لك ايه او كل بيشترك في عمل منزل لكن الهاوس ورك نفس الكلام. لكن صحيح هنا ان اكسرسايز هي الصحه طبعا عمل التمارين a good way of keeping fit. وده ما ينفيش ان ابدا يا مستر عصام ان الهاوس ورك برضه بيحتاج مجهود بقى فبرضه يخلي الانسان فات. والمجهود بتاعه مردود برضه يعني في صحه يعني. طيب جمله كمان يا عادل بتقول لي ذا سبيس بتوين كايرو اند لندن از 3500 كيلومتر. يا ترى ديستانس اللي هي المسافه بالظبط كده. طيب انا دلوقتي عايز اخد لك جمله بقى فاين ذا ميستيك. تمام. ولاحظ كده برضو انا دايما بسال في الجزء اللي احنا واقفين عنده فبيقول لي ات از هتبان حالا قدامك هي a long way
or distance تمام from Cairo to Minya. It is a long way from Cairo to Minya or to El Minya. بدل long way تبقى distance. بدل long way تبقى distance. طب انا قلت بقى ده انا قلت ريحتك فيها وقلت ايه غششتك كده قلت لك ايه way او distance يعني دي زي دي بالظبط يبقى الغلطه مش هنا. يعني كان ممكن اقول it is a long distance بنفس المنظر ده the long distance from Cairo to Minya. لونج بدل ما هي متصله تبقى منفصله. ايوه تمام. عايزك تركز قوي تخلي بالك حاجات صغيره دي. اكيد الكلمه دي كده ما تبقاش بالمنظر تبقى ايه وحدها ولونج وحدها تمام. هتبقى it is a long way. وليه يا مستر عصام احنا قلنا كده؟ عشان كلهم برضو يقول لك لا way تبقى distance. لا انا ما رضيتش اكتب distance عشان عارف ان هم ايه يعني هي دي المطلوبه تمام. لكن زي ما قال عادل كده شاطر قال لك لا ان هي ايه وحدها ولونج ايه وحدها. على اساس ايه بقى؟ ان كلمه along على طول عكس كلمه across بتبقى دي adverbs. along بطول عكس كلمه across بعرض. I was walking along the streets ماشي بطول ماشي في الشارع يعني لاخره يعني لاخره. لكن لو قلت I was walking across the street يعني بعد الشارع يبقى along عكس across. وطبعا دي كلها كلمه واحده A L O N G والثانيه A C R O S S. لكن لما تقول مسافه طويله اكيد long way ادي كلمه long. وانت عايز تقول A way طريق بحط ال A قبل الصفه وبعد كده كلمه way. زي لما اقول بالظبط كده عادل is a student عادل طالب كويس. انا قلت student الاول عايز اقول طالب كويس بقول ايه a good student. يعني حظ عملنا ايه حطينا الاي دي قبل الصفه كانت اصلها a student قلنا a good student. فنفس الكلام بالظبط كانت a way فاصبحت a long way يبقى لازم تكون منفصله. ماشي عادل؟ ماشي يا مصطفى. ايه عندك اي كمان سؤال ولا تسال كمان؟ اي حاجه ماشي تسال كمان. ما نحط سؤال قصه كده. سؤال قصه ماشي. طيب شوف مستر عصام عايزك في سؤال قصه يا عايز فانا مسك مستر عصام ولا سؤال عادي؟ لا سؤال عادي برضو عشان نبقى فاكرين الاحداث. طيب انت ذاكرت القصه كلها كويس دلوقتي وخلصتها تمام؟ وصلت للفصل الخامس. الخامس طيب يعني كان يحضرنا سؤال كده هنشوف ان ما كانش هجاوب انت هجاوب مستر عصام. بيقول لي شو that Duke Michael's men were different from the kings. هنا apostrophe s معلش apostrophe s full stop. Show that Duke Michael's men were different from the kings or the king's men. يعني ايه السؤال يا عادل؟ الو عادل انت معنا؟ عادل؟ عادل خايف من السؤال؟ عادل لا هو سؤال بسيط قوي. سؤال بسيط طبعا بس هو طبعا عايز ايه توضح لك مستر عصام. تمام. Show that Duke Michael's men وضح اني ازاي رجال Duke Michael were different from the kings مختلفين عن the kings من رجال الملك. اتفضل. يعني لو خدنا بالنا احنا نشيل من على جنب ونمسك في الديوك ايوه ونمسك في الكينج. تمام. يعني لما بنشوف كده دماغ دوت the king is a king. He is supposed to be the king one day. This is his right to control the country. الملك حقه لأنه هو شرعا هياخد المملكة. لكن نتفرج على the Duke. He is half brother. He didn't have the same opinion. ما كانش موافق على نفس العرض فقال إيه بينه وبين نفسه كده. This person زي ما بقولها كده في التكست الأصلي بقى he's a second fiddle. يعني هو دايما الشخصية الثانية ما ينفعش يبقى راجل يعني أو ما ينفعش يبقى هو الحاكم. So Duke Michael as he was his king's or his late king's his father's favorite son preferred himself to be the king instead of the one. يعني هو قال انا المفروض ابقى انا الملك بداله. So he made a plan for that. مين هيساعده؟ his men. يبقى نروح جايبين بقى مسكين الحته دي شوفوا دماغ بقى مايكل ودماغ الكينج. So Duke Michael's men were at his side. So they played the fiddle or they played the role. They helped Duke Michael how to control or how to kidnap him. So they played on the wrong side of the play. يعني دولت لعبوا على الجانب الآخر. They helped Duke Michael to take something that he doesn't deserve.
ساعدوه في انه ياخد حاجه لا يستحقها, which is the throne or the crown. On the other side, the king's men, طبعا تحديدا namely Zapt and Fritz, played the role of the housekeepers, زي ما بيسموهم كده في الجامعه او في القصور الملكيه. The housekeepers هم دول حافظ الامن. So they were so loyal to him and they tried to defend him even when the king himself was kidnapped. They played a hard play to get him back. فسؤال زي كده مستر محمد حاطه عشان يبين ده سؤال critical شوية. بيشوف كده دماغنا فيها ايه, مش مجرد الاحداث وبس. لازم يبقى فيه critical thinking question. الاربع سؤال في الاول هيبقى فيه سؤال يعني تفكير كده صغير او تفكير نقدي, اجابته مش موجودة في التكست لكن موجودة في ذهننا من احنا من خلال الفهم بتاع الاحداث. تمام شكرا جدا مستر عصام. طب concerning reality يا مستر عصام تفتكر نفس السؤال concerning reality تفتكر نقول ايه؟ طيب هو هنقوله سريعا بس هو بيقولوا لي هنا ان الوقت قرب. طيب concerning reality يعني فيما يخص في الحقيقة فيما يخص الحقيقة يعني لما نتكلم على الكين loyalty انا بتكلم loyalty yes exactly يعني معلش ما اسمعش كويس loyalty هنا بمعنى الإخلاص both يعني both kind of men يعني النوعين they were quite loyal except just one person. أيوة. روبرت هانزو طبعا الوحيد ما كانش loyal to him. انا ما نشوف بعدين. تمام اوكي طبعا انا الوقت بتاعنا يعني we thank Mr. Muhammad for your efforts today. وطبعا تعبناك جدا النهارده. We wish you all the best. اعزائنا الطلبه زي ما اتفقنا معنا دايما وحداتنا فيما بعد هتبقى ثلاث وحدات مع بعضيها وجزء خاص بالقصه في اواخر القلب. طبعا الاسئله بتاعتكم احيانا تبقى بره النطاق لكن we are so welcome to you. انتوا على رحب وسعف اي وقت. We wish you all the best. Godspeed and goodbye.